لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. بعض الحجاج قد يصاب بنوبة مرضية أو بأزمة صحية فيكون مغمى عليه في المستشفى، فيحضرونه يوم عرفة للوقوف في هذا المشعر العظيم وهو مغمى عليه في سيارات الإسعاف، فهل يكون بذلك قد وقف بعرفة؟ الجواب أنه لا يجزئه هذا الأمر ولا يكون قد وقف بأرض عرفة، لأن الوقوف قربة ولا تتأتى هذه القربة إلا بنية، وهذا المغمى لا نية له، بخلاف من كان عليه الدرب أو كان مريضا على السرير فأحضر بسيارات الإسعاف إلى أرض عرفة وهو بكامل قواه العقلية ونوى الوقوف، حينئذ هذا الذي يجزئه الوقوف ويكون بذلك قد أدرك الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.